أهلا. اللي بيحصل؟ في ودان كتير هنا. أوكي خلاص كده دلوقتي. أهلا، فرصة سعيدة. اللي بيحصل يا بلير؟ أوكي أشوفك قريب. استنى أنا هتصرف. اهلا ريكي، انت هنا؟ انا هغيب شويه وعايزك تغطي مكاني. اسكيزو هيستغرب انا خارج ليه ومش فارق معايا. اهلا يا ديك، في ايه؟ بوزر ليه؟ انا مش عارف، هو محبط مثلا. كلمي ادي، اظن في طريقه نفرحه بيها. طب هتعمل ايه؟ ما اعرفش، اعتقد اني هطلع لجبل اوليري والموتوسيكل هرجعه تاني. ده طريق طويل عشان تروحوا ماشي. أنا هلاقي طريقة تانية، هتغطي مكاني ولا إيه؟ أيوة. شكراً ريكي، ديك نحول. واحد وقع. بوزر سمعني؟ أيوة صح. عامل إيه يا صاحبي؟ كالعادة، لسه برة بتجري ورا الطيارات. أيوة. عرفت ما عنديش فكرة. اللي قال لي عليه أوبراين شكله قانوني. أكاديمية وهتدرس الكسوف. مش عارف ليه. أنا لازم أمشي. سكيزو عدى عليا وقال إني هنضف الهرم ده طول الوقت. قول لسكيزو طز. تمام. هبقول. سلام. تمام. اهلا تاك، عندك شغل ليا؟ هعدي عليك لما الاقي فرصه. ديك نحول. ديك سمعني، في مهمه تانية جايه. ايوه يا ريكي. خلاص هعدي عليك. سين جون حول. أوبراين، أنا عند مركز اتصال قريب من معسكر كريك. مفيش حاجة هنا. ثانية. ماشي، هتكون هناك عملية ميدانية في أي وقت. عارف هتعمل إيه؟ حاول. أيوه عارف اللي هتعمله. حاول بس ما تتسببش في قتلي وأنا بتجسس. سينت جون حول. ايوه، عايز تقول ايه؟ قصدي اخر مره اتكلمنا كان شكلك خايف قوي. مفيش حاجه، في ناس اعلى مني مش عايزه ان انا اعرف اللي بيحصل. كنت هتكشف. اقول لك حاجه، انا مش فارق معايا، كل اللي يهمني معلومات عن ساره. وذكر انا خليت حد يشتغل على ده، بس هياخد شويه وقت اعتقد. لازم تصبري. واضح ان ما عنديش اي اختيارات، صح؟
المجموعة دي مش تبع وحدتي، فمش هقدر أراقبهم بعد العملية دي. أنا عايز أركب جهاز تتبع على الطيارة بتاعتهم. فهمت. أوه، وعايز نتجسس على الولد اللي لابس بدل الفضاء. أيوة، في طلبات تاني؟ تمام، خلي بالك من نفسك. إشارتك كانت مفتوحة قبل كده، ما تفتكرش إن أنا وصل. وإلا هنضرب طار. وصل، ممكن أتسقط صح؟ العسكري. ايوه حاجه زي كده. طيب بتلبس جواهر؟ ايه المهم في ده؟ اعتقد ان الحاجات دي هنا من سنتين حاولت تنهش فينا وفي بعضها. ايوه، اربط ساعه ذهبيه في قرد سنتين وطلقه في الغابه وبص على اللي هيحصل بعدها. طيب فهم. الساعه دي شكلها جديده فعلا. طيب ده معناه ان الحاله اهتمت بيها او لبستها او يمكن لبستها من فترة. أنا كنت فاكر إن كلهم مختلين عقليا. أيوة ده حقيقي، بس زي مرضى الجنون في مرحلتهم التانية لما بيمروا بمرحلة توازن فكري، ضحايا الفيروس في المرحلة التانية برضو بيقدروا يحتفظوا بشوية ذكريات. لا لا طبعا، بص على الهدوم نظيفة تقريبا صح؟ أقصد مش نظيفة، بس أغلب المسوخ بيبقوا متغطيين بقزارة وعفن. معنى كده ان المسوخ بيصحوا الصبح يستحموا ويلبسوا ويحطوا ساعاتهم الذهب في ايديهم ويسلموا على مراتاتهم ويخرجوا يتفسحوا ويقضوا يومهم في اكلنا، وكده يومهم سعيد. انا مش عارف ايه السبب في ان هم يضيعوا وقتهم على الفاضي. انت شفت حاجه؟ استلمت ده يا اوبراين. تمام، انا لازم اخرج من هنا دلوقتي. اوبراين انت هنا؟ براين استنى. انا هنا. انا زرعت جهاز تتبع ومعايا معلومات. الباحث كان راجل ولا ست؟ ايه ليه؟ كان راجل ولا ست؟ هي كانت ست وما قدرتش اشوف اسمها.
كوب انا موجود في المعسكر. علم كوب حول. يا كوب. الرجل اللي قتله كان مين؟ ولد صغير الكل مسميه سنجاب، معرفش اسمه الحقيقة. سنجاب كان كم سنة؟ زي ما قلت صغير 19 أو 20، معرفش سمت كل ده ازاي، بس هو كان كويس. بتسأل ليه؟ من غير سبب. مين ده؟ مش ممكن. لو كنت طولت في المعسكر عرفت على الناس كنت لقيت سبب. كوب حول. هو فين؟ رجالة جايين. يلا حاربوا. يلا أنا شايف. كوب هيعوز ده؟ كوب خلاص مش هتسمع حاجة عن نيد ووكر تاني. جيب لي الرابطة بتاعته، أنا عايز أشوفها بنفسي. كوب حول. ماشي أكيد طبعا. كده كفاية. مبسوط اني شفتك. ديكن سانت جون. شغل كويس. خسرت شوية رجالة وانا بطارد الحقير. المرة الجاية بقى تعالالي. انت هتتطوع؟ ما كنتش اتخيل ان ده هيحصل. موتوسيكلي. روح شوف ماني، لو معاك عملات كفاية هيعمل لك اللي انت عايزه. انت رجعت، مبسوطه اني شفتك تاني. جازي ايه اخبار تجاره الودان؟ اوكي تمام، ابقى عدي، ممكن يكون في حاجات جديده.
الخردة كتير. هاي جبت لك حاجة. اللي انت عملته ده؟ انت رحت وجبت موتوسيكلي؟ انا ما حبيتش انه يبقى مع كوب ويفككه. مش ممكن يا ديك. ثانية، انا قصدي اني عملت كده عشان لو احتاجت اجزاء مش عشان انت هتحتاجه. يا خبر، شكرا ليك. اكتر حاجة وحشاني السواقة في طريق مفتوح. يا ديك، ادي كانت عايزه تقول لك انها دفعت لرجاله عشان يروحوا يجيبوا الموتوسيكل بتاعك. هي فرشه الميكانيكي. استنى، ايه؟ اهدى. ادي كانت عايزه تقول لك انها دفعت لرجاله علشان يروحوا يجيبوا الموتوسيكل بتاعك. هي فرشه الميكانيكي.